صف ماكو جو مناسب، الطالب شلون يبدع؟ اثنين احنا هسه حاليا حقيقه اكو ملاحظه اذكرها، اغلب التندر يجي بالخطه في المدارس ماكو قاعه. احنا سابقا القاعات في الثمانينات موجوده، احنا انا كنت طالب موجوده قاعه دراسيه، يعني نشاطات الطالب موجوده، الطالب يبدع في مختلف النشاطات. هسه حاليا اغلب المدارس ما بيها قاعه دراسيه، يعني هو يجي التندر صفوف قليله، يعني حتى اللي مثلا غرفه للمرشد ما موجوده بالتندر بالخارطه، يعني اغلب المدارس غرفه للمرشد ما موجوده، المرشد تربوي يريد يمارس دوره يساعد الطالب على فهم ذاته، تقدير الذات، ميوله، اهدافه، يحقق التوافق التربوي وبالتالي تحقيق الاهداف التربويه الناجحه اللي تسعى اليها وزاره التربيه، والكل يسعى الى تحقيق الاهداف التربويه الناجحه. فحقيقه تلك المدارس موجود بالمحافظه، واحنا في قضاء الرفاع عندنا هواي مدارس غير منجزه، يعني بس القسم الاساس قسم البتلو مراحل غير منجزه، وهي تاثر بشكل سلبي على الواقع التربوي في القضاء. طبعاً بعد عام 2003 كانوا المواطنين في محافظة ذي قار يأملون بأن يكون هناك قفزة نوعية في البنى التحتية للمؤسسات التربوية في المحافظة، لكن مع الأسف الشديد بقى الحال عما هو عليه. اليوم نحن في جولة ميدانية في عدد من المدارس قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، ونحن الآن في مدرسة القدوس ومعي مع مدير المدرسة. مرحباً أستاذ. أهلاً وسهلاً بكم. اسمك؟ أستاذ بيان رسمي عبد السعادة، مدير مدرسة القدوس الابتدائي. حياك الله أستاذ. أستاذ مثل ما جاي نشوف إحنا الآن زخم كبير في المدرسة، إيش قد عدد الطلاب بهالمدرسة؟ يعني الطلاب بعد الشطر، بعد ما انشطرت المدرسة صار أعدادها تقريبا 430 طالب. انشطرت هي كانت تقريبا 650، والمدرسة الثانية اللي مزدوجة ويانا تقريبا بال 650 أو 700، فأعداد هواي وملاق قليل، اضطرت التربية أنه تشطر المدرسة، فصار دوام ثلاثي، يعني ثلاث مدارس تدوم داخل هاي البناية حتى نتجاوز مشكلة الأعداد. بس هو بما أنه جاوزنا مشكلة الأعداد وقعنا بمشكلة ثانية، مشكلة الدوام الثلاثي اللي هو ثلاث ساعات. زين، طالب الابتدائية اللي يريد وقت أكثر من ثلاث ساعات ما تكفي حقيقة، يعني ثلاث ساعات ما تكفي المعلم أنه يوصل فكرة للتلميذ، مع العلم أنه تلاميذنا أكثرهم بحكم البيئة والظروف البيئية اللي يعيشونها، هذه المنطقة اللي هنا اللي هي حي الحسن وحي الحسين منطقة أكثر العوائل بيها، ناس كسبة، مهنيين، أميين، يعني قل ما تلقى بيئة بي من اللي يقرأ ويكتب ويقدر يساعد المعلم ويقدر يدرس ابنه بالبيت، أكثرهم أميين، يعني يجي الطالب اعتماده 100% على المعلم، 100% على المعلم بدرس نص ساعة، ما أتصور راح ينفع التلميذ. يعني إحنا كنا 40 دقيقة أو 45 دقيقة وإحنا نعاني إنه ما نلحق على المناهج، لأن التلميذ يعتمد اعتماد كلي على من على المعلم. قلت لك المنطقة منطقة بيئية تعبانة اقتصاديا، تعبانة اجتماعيا، أكثرهم أولاد شهداء، أكثرهم أولياء أمورهم يداومون بالحشد الشعبي أو بالجيش، أكثرهم أولياء أمورهم يعني يطلع من الصبح ما يرجع إلا بالليل، ما يعرف ابنه إنه شنو أخذ بالمدرسة، شطوة تحضير بالمدرسة، سوى بالمدرسة، ما يعرف. يعني صور مرات إنه ندز على أولياء أمور ما يقدر يجي، ما يقدر يعوف عمله، لأنه هو يشتغل عماله، من ما يطلع له يوم يجوع يوم. زين، هذا من تين من عده. يعني عدد الطلاب اللي موجودين حاليا في هذا الصف هنا عندنا هسه هاي شعبه 45 طالب، احنا صف اول عندنا 90 الى 95 طالب. يجوز 45 طالب في صف واحد؟ لا، هو الافتراضي
والمثالي الصف المثالي 20 الى 25، بس احنا شو نسوي يعني منين نجي؟ احنا حتى كادر ما عندنا، معلمين ما عندنا. يعني المشكله اللي نواجهها هي مو مشكله حقيقه، عده مشاكل زين، وكل مشكله تتفرع من عندها مشاكل ثانيه. يعني مثلا المعلمين ما عندنا نقص بالملاك، المنطقه يقولون بعيده زين، اعدادها هواي. يعني تصور معلم صديق لي رحت من جانب الصداقه انه قلت له تعال علي للمدرسه، وانا يعني اقول له شو تريد انا انطيك زين، حتى النقل مالتك علي انا اجيبك واخذك بسيارتي زين. قال لا صادان ما اقدر اداوم عندكم، يعني انا داوم صف عدده 15 طالب واجي ادرس صف عدده 68 طالب مثل عندي صف ثالث وصف رابع 68 69 ما اقدر اشترهم. متوسط لا لا ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي ما اقدر اشترهم لان ما عندي ملاك، ملاك ما عندي زين. فمشكلة الملاك، مشكلة الدوام، مشكلة المنطقة، يعني الحالة الاجتماعية اللي يعيشها التلميذ، أكيد راح يصير معوقات أمام تقدم التلميذ بالدراسة. يعني التلميذ هو ينجح مو ما ينجح، بس ما يبدع، ما عنده يعني مثل بقية المدارس ممكن يطلعون منها متميزين. ممكن عندنا احنا مو ما عندنا، عندنا طلاب بصف خامس يعني مستواهم العلمي جيد جدا، ممتاز اصلا، درجاتهم تتراوح بين 98 الى 100، بس ذولا يعني اذا تبحث عن خلفياتهم تلقى ابوهم مدرس وامه مدرسه. يعني زين هذا العدد الكبير من الطلاب التلاميذ اللي موجودين بالصفوف هذا ما راح يحقق نسب نجاح عاليه بالمدرسه، وبالتالي تنعكس على مستوى الكادر التدريسي. يقول لك اكيد اكيد هي النسب نجاح منين تجي؟ تجي صف مثالي، تلميذ متهيئ للدراسة. هي العملية التربوية على من تعتمد؟ تعتمد على التلميذ والمعلم والمدرسة، هي العملية التربوية زين. إذا التلميذ ظرفه ما متهيئ للدراسة زين، المعلم يواجه صعوبات بالأعداد، أعداد تلاميذ. يعني طالب الابتدائي هسه إذا نسأل معلم صف أول صف ثاني، معلم صف أول لازم يصحح الدفاتر مال الطلاب كلها، ولازم يشوف شنو الأخطاء اللي يصير عند الطلاب كلها، ويأشر على هاي الأعداد. وبهذا الوقت اللي نص ساعة، احنا قلت لك ببداية اللقاء قلت لحضرتك انه عالجنا مشكلة الأعداد ووقعنا مشكلة الوقت زين. يعني مشكلة الوقت انه نص ساعة ما يكفي للتلميذ، التلميذ يحتاج وقت أكثر. ممكن انه بالمدارس الثانوية أو المتوسطة إن ساعة ممكن تمشي، لأن الطالب يروح يدخل دورات أو يقدر يعتمد على نفسه، بس بالابتدائية يعني مسألة الدوام الثلاث مسألة صعبة. والسنة إحنا طبعاً أول سنة تنشطر المدرسة تصير دوام ثلاثي، يعني عانينا معانا من عتها كلش كبير، أذت التلميذ وأذت المعلم، بحيث المعلمين ما مكملين المناهج جاي يأخذون دروس إضافية. يعني الجمعة والسبت معلمين يداومون، أبو الإسلامية يداوم، أبو الاجتماعيات يداوم، أبو الإنجليزي يداوم، العربي يداوم، الرياضيات يداوم في سبيل يكمل. يعني إحنا الجمعة والسبت عندنا دوام من الساعة تقريباً بالتسعة للساعة بالوحدة. اكثر امتحاناتنا الشهريه جاي نسويها الجمعه والسبت على مود ما ناثر على الحصص الاسبوعيه للتلميذ. وتعرف ممكن انه اكو تلاميذ ما يجون وانت ما تقدر تفرض عليه انه يجي الجمعه والسبت زين، فيسبب ارباك. الجمعه والسبت مو حل، يعني حل حقيقي المشكلة الوقت. الوقت المفروض التلميذ ياخذ وقته الكافي واستحقاقه، وهذا حق التلميذ. احنا بالنسبه للكوادر التدريسيه اللي موجوده تكفي عدد المدرسه؟ لا لا، هو المفترض كل صف له حسب ما يقولون هم معلم ونص زين. احنا هسه 10 شعب ب 14 معلم ومعلمه ويا الاداره طبعا زين. يعني احنا اذا 10 شعب المفروض احنا 15 معلم عدل الاداره. بس احنا شنو نسوي؟ احنا نقول ما توقف العمليه التربويه، ما توقف. يعني المعلم ما يخالف ياخذ 25 حصه وياخذ 30 حصه، لان عمله انساني، هو مو ما يخالف يبذل طاقه ويبذل اكثر من جهده زين، ويبذل اكثر من طاقته في سبيل ينقذ، وخاصه هاي المنطقه تستحق انه واحد يتعب لها، وتستحق انه واحد يساعدها، لان منطقه فقيره، منطقه مهموله. يمكن اقول لك المسؤول ما يدخلها الا قبل الانتخابات يجي زين،
مجرد انه ياخذ اصواتهم ويروح بعد ما يجيبوا الا 4 سنين. زين يمكن الاستاذ سيد شهيد يعني هو اللي تردد اكثر شيء على المنطقه بحكم انه هو رئيس لجنه التربيه بمجلس محافظه الديقار، اما غير مسؤول والله العظيم هذا شارع يعني الف كتاب احنا للبلديه في سبيل بس يقصونه لان ها مؤدي للمدرسه هذا ايه؟ شارع مؤدي للمدرسه ما يقدرون. اول شيء هاي المنطقه كلها يعني تجاوزات، تعرف هي منطقة تجاوزات اسمها يسموها الحواسم، احنا نسميها حي الحسن والحسين نبتعد عن اسم الحواسم. فشارع ماكو لها تبليط، يعني يجي الطالب اذا تمطر الدنيا يجي الطين واصل الراسه. زين يجي الطالب ملابسه ناقعه وطين، ايش تتصور بجو بارد ورطب وطالب يقعد بالصف كل ملابسه طين وماي، تتصور هذا يحب مدرسه بعد، يحب علم، يحب تدريس. ما الطالب المفروض خاصه الطفل اذا ما خليته يحب الشيء ما راح يسوي، مستحيل يسوي، حتى اذا يسوي على مضض ومو عن قناعه. احنا نريد التلميذ نوصله لمرحله طبعا مرحله انه هو يظل يفكر بالمدرسه ونزرع بداخله فكره انه ايش راح يطور من نفسه بالمستقبل. بس مع الاسف احنا الظروف هاي اللي حكيتها كلها ظروف صعبه، بس ما توقف العمليه التربويه، احنا مستمرين وماضين بعملنا وننجز اكثر من طاقتنا في سبيل نحقق فد نفع للطفل كونه لبنة من لبنات المجتمع. إن شاء الله هذا الجيل يكبر وإن شاء الله التغيير على إيدهم، يمكن إحنا قصرنا وياهم بس إحنا هذا اللي قدرنا له حقيقة يعني ظل هاي المشاكل والمعوقات. ممنون إلك، ممنون إلك. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام باتت مشكلة البنى التحتية مشكلة عسيرة في محافظة ذي قار، كل شعبة بها 45 طالب أو 60 تلميذ في بعض الأحيان، وهذا يجعل الكوادر التدريسية في المحافظة أمام مشكلة كبيرة جدا. يعني شلون الطالب راح يستوعب المعلومة من قبل الكوادر التدريسية؟ نسب النجاح كانت متدنية جدا في المحافظة خلال السنتين الماضيتين، وهذا يمكن يكون أحد أسباب هذه النسب المتدنية. فخليكم وياي وخلنا ناخذ بعض آراء الكوادر التدريسية في هذه المدرسة، خليكم وياي. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية جولتنا هذه، فحتى جولة أخرى تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. نحن من أضرمنا الشرارة الأولى لانطلاقة الفكر البشرية، نحن من أوجدنا الخط وابتكرنا الرسمة والنحت، ونحن من سن القوانين للبشرية. فهلموا نسترجع حضاراتنا الغابرات، هلموا بنا إلى الإعمار، هلموا إلى صناعة تاريخ نفقأ به عيون الحاسدين والحاقدين، نكشف ونفضح زيفهم ونرد كيدهم إلى نحورهم، ونرتقي بالوطن من جديد ليعود مهدا للحضارة. مهد الحضارات يأتيكم في الأوقات التالية. فريق عمل متكامل مهمته إيصال الخبر إليكم أينما كنتم وإطلاعكم على آخر المستجدات
للاشتراك بخدمة الخبر العاجل من قناة آسيا أرسل الرقم 1 برسالة نصية على الأرقام التالية. جولة ثقافية تمتد من الفكر مروراً بالشعر والسرد والتشكيل وبالتأكيد أيضاً الموسيقى. الشخصية العراقية تتصف بتعارضات داخلية محتدمة. الشعر لا يصلح لأن يكون وعاء دم. هل ما كتب من مقالات وسجالات هنا دلالة على عدم أهمية الشاعر؟ يتحدث عن نفسه في الفصل الأول كيف أنه إنسان غيبي وإسلامي ومتدين، وحينما وجدني صامتا أتطلع إليه ببلاهة الحائر أضاف ما بين العاشق والمعشوق هوة لا يردمها إلا إدمان الغفلة. الفهرس يأتيكم الأربعاء 7 مساء. البنت دول خلاص على وشك الضياع. ايه حكايتك بالظبط؟ فوي معنا عمري من ايه وقربت عليه بقى ناسك بالشارع. جوزك سرق عهدته اللي عندي هنا في المستشفى. لا كده كتير قوي يا حياة، اطلع بره. وبكره هتطلق. حكاية حياة يأتيكم يوميا الساعة 9 مساء بتوقيت بغداد. مجموعة من الأخبار التي تهم الشأن الرياضي العراقي. تحقيق أرقام قياسية عراقية جديدة. إحنا ما جايين لغرض أنهم نأخذ مركز ثاني أو ثالث، لا إحنا جايين ننافس على الدرع. باقي التنظيمات كل جيدة والحمد لله، حصلنا على المراكز زينة. إحنا ما عندنا مدافع أيمن. ما وصلت القمة عطاء برشلونة اللي فازوا بها عليكم ب6-2. أكو ناس بالرياضة دخلت دخلاء على الرياضة وهم مو رياضيين. ستاديوم من الأحد إلى الخميس الساعة 5 عصرا بتوقيت بغداد. مواعيدك دائما مزدحمة ما تلحق تقضيهن؟ إذن صارت السيارة ضرورية. تفكر براحة عائلتك ومستقبل أطفالك؟ الاستقرار يحتاج لو شقة لو بيت. طبعا أكيد كل إنسان طموح بداخل مشاريع وأحلام. الآن حلمك أصبح حقيقة. كوادرنا راح تدرس مشاريعك وأفكارك وتوفر لك التمويل اللي ممكن يحققها. مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل. من بلد الشعر تلاقينا وبه تفتخر البلدان، فعراقي فخر وسيبقى يتحنى بدم الشجعان. بدأت الحركة الثقافية في العراق تتوجه نحو المنظور الصحيح. أصحابها تعبر عن رأي، تعبر عن تغيير. أين حقوق الصحفيين الذي استشهدوا؟ وترجع زهور بشوارعنا تطق وقنابل بالشوارع يزرع الفجاري. الفوضى وعدم السيطرة من قبل الحكومة على ما هو مقروء ومقروء في العراق. هذا الشيء انعكس على أسلوب الحوار وسلوب الكلمة التي تطرح. صباح كل يوم الجمعة نقوم بتغطية فعاليات ونشاطات شارع المتنبي. جادة المتنبي تتابعونه كل جمعة في 11:00 صباحا بتوقيت بغداد. مؤتمر أنقرة شنو اللي صار بيه؟ الخسارة هي ليست الحكم. لما تقرأ كل القانون ما بيتنظيمات سياسية. السياسيين هم لن يمثلوا أبناء الأنبار. تعدد الأحزاب يعكس واقع سياسي غير منضبط. إضعاف العراق وتقسيمه يقوي أعداء العراق. ليش أثيرت هاي الضجة السياسية والإعلامية حول هذا المؤتمر؟ ضمير متصل يأتيكم كل خميس الساعة 10 مساء بتوقيت بغداد. منبر ثقافي جديد بين أيديكم. رأينا مجلة ثقافية شهرية تسلط الضوء على فكر الشباب العراقي المثقف. وفي أبواب رأينا جدل واع، سؤال من الحياة، وآراء متنوعة في قضايا عدة. مجلة رأينا تجدونها في كافة المكتبات العراقية. للتواصل معنا اتصل على الرقم
مجلة رأينا تصدر عن المركز الاستراتيجي للإعلام الوطني. في ظل المتغيرات التي نعيشها يومياً، أين يقع العراق في المشهد العربي والإقليمي والدولي؟ وما هي أبرز القضايا على الساحة المحلية؟ إضاءة يومية على أبرز القضايا، تحليل في تفاصيل الخبر والقضية ليكتمل معها المشهد. المشهد برنامج يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد. معلم من المعالم المهمة جداً.